ما بين رافض ومتحفظ على مبدأ التفاوض مع الحكومة المصرية، تباينت مواقف المعارضة تجاه أول جولة للحوار مع عمر سليمان نائب الرئيس المصري. اللافت في اجتماع سليمان بقادة المعارضة أنه تم في قاعة بدت فيها صورة الرئيس مبارك في مكان فوق رؤوس الجميع، كما أن اجتماعه بمن يمثلون الشباب المعتصمين رغم التشكيك في ذلك تم في قاعة أصغر من القاعة التي جمعته بممثلي أحزاب المعارضة. ما زال الحوار لم يؤدي إلى شيء ملموس محسوس واضح. جماعة الإخوان المسلمين ورغم تمسكها بمطلب تنحي الرئيس مبارك عن منصبه كما تقول، قالت إن مشاركتها في الحوار مع سليمان كانت بغرض اختبار نية النظام. بعض قادة المعارضة الذين شاركوا في الحوار مع عمر سليمان وصفوا ما جرى من تفاوض بأنه كان إيجابيا، لكنه أخفق في الاتفاق على إجراء إصلاحات سياسية واسعة في نظام الحكم، غير أن قادة أحزاب آخرين يصرون على موقفهم الداعي للرحيل الفوري للرئيس المصري. وعبر البعض عن مخاوفهم أن تكون الحكومة تسعى إلى كسب الوقت على أمل أن يتمكن مبارك من البقاء في السلطة حتى موعد انتهاء فترة ولايته في أيلول سبتمبر القادم. أما موقف ائتلاف ثورة الغضب الذي يضم المجموعات المنظمة للاحتجاجات في ميدان التحرير فلا يزال متشددا في رفض بقاء الرئيس مبارك في السلطة، فهم يقولون إنهم يرفضون جملة وتفصيلة مبدأ التفاوض مع النظام باعتباره ضحكا على الشعب المصري، ويصرون على مواصلة الاحتجاجات حتى يتنحى الرئيس عن السلطة.